هو يلعب القدم. مواليد 1951، مصاب بسبعة أمراض مزمنة، كان عاج مدينة الرباط مستشفى محمد الخامس، ودول الله يجعل فيها البركة كتعاوننا بالريكيزيسيون، واخد الريكيزيسيون بون دو ترونسبور من الرباط لوجدة، وزير عليا القلب باش ننزل في مكناس. تقعدت من العربة الكونترول جاي عاد دخل العربة باش غادي ننزل مكناس، جا كيجري مورايا استفزني قال لي سرق ترا، عطيت له البون. ها هو نهار 29، نهار 29 اشهر 8 2014 في المحطة ديال 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 مكناس، وقال لي غادي ندير لك بيداري. ملي نزلت انا ما نزلش معايا لعند الرئيس المحطة، زاد وضيع لي البون وخلاني وحقرني ودفعني وانا مصاب بامراض عقلية، بقى يستفزني. وهكا باش كيضيعوا الناس شمن دي فركة تاع كيسميتو في الكليان ديالها، بهاد الناس المفتشين ديال القطار فيهم بعضين اللي كيستفزوا الناس وكيحقروهم. المرض وزاد هاني وثلاث ايام وانا مريض في مكناس. دوزت نهار الاثنين في 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 مستشفى مولاي اسماعيل، ودزت للمستشفى عبروا لي الطانسي وكذا، وجيت عاد رغبت الشاف دوكار وصردني باش كملت التلتازه، وانا عندي البي فيها الرباط وجده. هادشي خصو يكون في الراس ديال المدة عام السيكيك الحديدية. راه بعضين من دوك الموظفين كيستفزوا الناس وكيطردوا الكليان هادي، باش الناس راه ولات تهرب دابا من القطار للكيران. والله يجعل البركة في سيدنا. الولد هو غادي يعالج، عاوتاني الولد غادي يعالج، مصاب بأمراض عقلية، كيعالج في سلا، عنده الورقة مازال فيها حتى نهار الجمعة، وريدو رئيس المحطة ديال تازا وكتب له في الورقة وحددها له. هو خصو يمشي في هاد التران هادي ديال 12 ويحدد له، قال له حتى الأربعة، علاش ما يمشيش في هاد التران هادي ديال 12؟ والورقة مازال فيها الأجل وحددها له. وغدا عنده العيادة للكونسلطاسيون في الرباط، الأربعاء 3 في شهر 9 عنده الفحص الطبي. وهاد الشيء راه بزاف على هاد الناس هادو، كيتحداو ولا كيتجاوزوا المهام ديالهم، كيتجاوزوا المهمة اللي معطية لهم. ثلاث ايام وانا مريض بالاعصاب، مكناس مرمي، اللهم هذا منقر. الدوله ديالنا مزيانه، الملك ديالنا الله ينصروه، ولكن كيخدموا ضد ديال التعليمات ديالنا. ايوا فين فين غادي نمشيو؟ انا لو كان رئيس المحطه ديال فاس سردني غادي نبقى مرمي، وما عندناش مخلي لنا 9000 درهم، 900 درهم 18000 ريال، واش نشرو منها الدواء، واش ناكلو منها، واش وزايدين هاد الناس كيقتلونا، كيقتلونا لا اله الا الله. الله يجعل البركه في سيدنا، الله ينصر سيدنا.